عتقوني وعتقوني عتقوني راني كنموت راني كنموت. خوتي كاينين هنا في كازا وما كيتسوقوش ليا وحق الله العظيم يا ما تيدقوا عليا ما حتى حاجه. كنبغي غير زيت العود وما عنديش باش نشريها غاليه عليا. نشري اطر الزيت ب 50 درهم اش منين غنجيبها؟ كنشري صاشي بدرهم اش فيها؟ مجموع عليا الماء والتوخ. راجل كبير والدري توا مريض وانا مريضه والله العظيم والله اللي مطالع بيا ما كنلقاها ما ناكل ما نشرب ولا تقدر قالت لي دابا تخرجي دابا تخرجي. والله العظيم انا كنطلبكم غير تعاونوني وتشوفوا من حالي. عندي عائلتي عندي كلشي واني ما كيعقلوش عليا. نهاري مات والدي حتى واحد ما كيعقل عليا وانا قد ما بقيتني غنتسرد وانا ما قداش على داك الشيء. راجل توا عمى من عينيه والدري توا مرض نفسي. تعاونوا معايا خوتي وشوفوا من حالي تعاونوا معايا. انا طلبتكم الله يرحم لكم الوالدين. والله ما كنلقى ما ناكل ما نشرب ومولات الدار ما بغاتش قالت لي والو تخرجي تخرجي والما ودو غيقطعوا عليا. عيت ما نقول الناس يعطيوني حتى يعطيوني ما كاينش ما كاينش اللي يعطيك والو. كنت كنبيع ونشري كندير الميناج كندير شويه المسمن والبغريق. دابا ما بقيتش قديت مع السكر ومع الطونسيون وعندي الحساسيه وعندي كلشي. يرحم لكم الوالدين الا ما تشوفوا من حالي. الله يرحم لكم طلبتكم والله العظيم والله اللي مطالع بيا بداك الولد وبداك الراجل وبيا حتى انا مريضه في كلشي في ذاتي في صحتي. الناس نعسه في الليل وانا كنقول اش غندير واحد النهار غنوقع غنبرك في الزنقه اش غندير عباد الله. انا بغيتكم تشوفوا ليا من حالي. الله يرحم لكم الوالدين اللي كيشوفني كيحن فيا. انا والله العظيم الا كل ما دوك الوالدين اللي مشاو ليا ما غنكونش هكا ولا ني نهار اللي مشاو ليا انا صبحت غنولي متشرده. لا ما لا ضو ولا كره لا ما ناكل لا ما نشرب. الناس كتخرج تقدي ولا كنبقى نشوف بعد ما كندير الميناج كنتعاون مع راسي. دابا ما بقيتش بديت الراجل مريض كلشي مريض حتى واحد ما بقى صحيح لا سقى لا والو. ما كنلقى ما نلبس ما عندي حوايج ما عندي حتى حاجه. الله يرحم لكم الوالدين شوفوا من حالي. واش اللي تتعاون معايا في الدوايا في الكرايه ما يا ضوي كلشي عباد الله. الدواء والله ما كنلقى باش نشري لا ديال الطونسيون لا ديال الحساسيه لا ديال السكر لا ديال كلشي ولا حوايج لا سراول. والله العظيم والله اللي مطلع بيا ملي كنت كنخرج كنت كنشري حوايجات قدام. دابا ما عنديش عباد الله باركه في الدار. شكون اللي غيدق عليا؟ شكون اللي غيحن فيا؟ حتى واحد الا نتوما. شوفوا من حالي خوتي شوفوا من حالي. والله العظيم انا ما كناكل لا لحم لا دجاج لا بيض لا والو. كنبغي غير زيت العود وما عنديش باش نشريها غاليه عليا. نشري اطر الزيت ب 50 درهم اش منين غنجيبها؟ كنشري صاشي بدرهم اش فيها؟ اش فيها؟ اش غناكل فيها؟ ما كناكل حتى حاجه لا بيض لا حوت. والله العظيم الا لحم كله طايب كله طايب. بغيت اللي تعاون معايا في دوايا في كرايا في مايا في ولدي في راجلي وما نتشرجش انايا. الله يرحم لكم الوالدين وهذا رمضان شهر الغفران. الا ما تعاونوا معايا خوتي انا متالمه من كل شيء. انا ماشي وجهي تعاتي ولاني الله والظروف هي اللي خرجتني لهذا الشيء. خوتي كاينين هنا في كازا وما كيتسوقوش ليا وحق الله العظيم يا ما تيدقوا عليا ما حتى حاجه. انا ملي كنقد كنخرج كنقلب على راسي نجيب ما ناكل ملي ما هذا والله ما كاين اللي يدق عليا والو حتى واحد حتى واحد ما كيعاونني حتى واحد الا الله. والله العظيم الا كيجوني كنموت والله العظيم ما كيتفوقوش ليا. ما عندهم نيبال معايا ما عندهم شي الزنقه دابا. وعباد الله تعاونوا معايا خوتي شوفوا من حالي. واش نمشي دابا للزنقه نتشرد انا وولدي وراجلي؟ كي غنكون عباد الله ورمضان هذا والبرد وانا حاجتك ما كنلقى السروالي كيهزك ليا ما كنلقى حتى باش نبدلو ما نلقى حتى تيد باش نشريه. بعد ما كنت كنشري كلشي وندير شغلي دابا كنشدو ما كنلوحو. بغيت حويجات بغيت المايا ضوي كرايه انا بحال الناس. الله يرحم لكم الوالدين 100 الفري وحق الله العظيم. والكره تا هو قول ديك سته من الكورونا تا هو من الكورونا ما بقات الحركه هي ديك ما كاين لا بيع لا شراء. جمعوا عليا الماء والضو والكره والصاير وكلشي وحالتي مروتر ونات ما بقيت لا نسقى لا حتى حاجه والو. كما تابت امكم ديروني انا امكم واختكم وكلشي الا ما شوفوا من حالي. بغيت نمشي لدار العزازه ولاني داك الولد وداك الراجل ما بغيتش نشردهم نخليهم انا نمشي انايا ولاني هذوك الناس اللي باقيين بقاو داك الراجل وداك الولد اللي مريض وداك الراجل حتى هو اللي من عيني تعمى عنده زلاله
بغى يفتح حتى هو ما لقاش بلاش. حاجه وحده اللي كنطلب منكم اخوتي هي من واحد النهار ما لقاش راسي كاريه، بغيت انا بيت وكوزينه، بيت بلا كوزينه كاع، ونتهنى من هاد الكره اللي كيتجمع عليا. هادشي اللي كنتمنى من عند الله، ما كنتمنى شي حاجه، كنتمنى غير بيت ومتان ما يدقوا عليا لا مول الدار لا والو. هادشي اللي كنتمنى ونتهنى انا من داك اللقاء ثاني باش نخلص داك الموضه ونمشي وتعاونوا معايا على بيت بيت وكوزينه باركه عليا. عتقوني وعتقوني عتقوني، راني كنموت راني كنموت راني كنموت، والله اللي مطالع بيا، الله اللي مطالع بيا، الله اللي مطالع بيا اخوتي.